مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده متجدده دائما وابدا من برنامج ماسلز ريبيلدينج. هذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام. اليوم حلقتنا راح تكون مميزه وفيها العديد من المواضيع القيمه والشيقه، لكن قبل لا نبلش في مشوار حلقة اليوم خلوني أرحب في ضيفي المميز والخلوق كابتن عبد الوهاب العويس. اتفضل كل ملك. حياكم الله اعزائي المشاهدين بحلقه جديده وتمرين جديد وعضله جديده. راح نتكلم بالحلقه هذه عن عضله المثلثات. وايد ناس تلعب المثلثات مع تمرين الاكتاف بشكل دارج. لما نسمع اي شخص يقول والله تمرين اليوم انا اكتاف ومثلثات، مو شرط انه يكون تمرين الاكتاف بعد المثلثات، اقدر اخليها بيوم لحالها، اقدر اخليها ادخلها مع اي عضله ثانيه ما في مشكله. بس احنا اللي دارج عندنا اغلب الناس تلعب الاكتاف، بما ان عضله الاكتاف تمرينها ما هو طويل فتدخل وياه تمرين المثلثات. اما اذا كان تمرين صدر، تمرين عضله الصدر عضله كبيره فتاخذ تمارين اكثر من العضله الصغيره، فما نقدر ندخل. اغلب الناس ما يدخلون، اغلب اللاعبين ما يدخلون التمرين المثلثات مع تمرين الصدر او تمرين الحيطان بما انهم عضلات كبيره. فعشان كذي الدارج الناس تلعب، اللاعبين عفوا يلعبون تمرين عضله الاكتاف بعدها المثلثات. انا دايم اخلي تمريني المثلثات على حسب اللاعب. اللاعب اذا كان مثلثاته مكتمله او مثلثاته بارزه يغلل من التمرين، ما يخلي مرتين بالاسبوع، يقدر يخليه مره بالاسبوع. ان في عضلات ثانيه تتمرنها تحرك المثلثات. المثلثات عندنا شيء من المثلثات مرتبط بالكتف، شيء مرتبط بالرقبه من الخلف. نتكلم عن التمرين، تمريننا اليوم راح يكون بار سميث المثلثات. بار سميث راح نلعب تمرين بشكل ضيق للامامي. لازم احرص ان انا اكون مسوي البوزيشن صحيح، مسكة صحيحة بهالطريقة. استخدم المثلثات ما استخدم الكتف بهالطريقة. دايما احرص ان راسي ما يكون بهالطريقة نازل، لا يكون بشكل مستقيم. لو نلاحظ الكوع انا ما قدر ارفع الكوع بهالطريقه، بهالطريقه ممكن تحسني اصابه بالرقبه. الطريقه الصحيحه نلعبها بهالطريقه. المثلثات الوحيده اللي تصعد بالتمرين. لان انا مستهدف عضله المثلثات فتمريني اركز فيه ان احرك العضله المستهدفه. هذا التمرين عضله المثلثات ضيق امامي، عندنا لعبه ثلاث جولات ب 12 او ثلاث جولات ب 15 على حسب الوزن اللي انت حاطه. اذا كان وزن عالي تقلل التكرارات، الوزن كان خفيف تلعب تكرارات. في لاعبين يوصلون 20 تكرار بالجوله الواحده، 20 تكرار بثلاث جولات، 60 تكرار لعضله المثلثات ممكن تكون كافيه للاعب. منو اللي يحدد الشيء هذا؟ المدرب او المدرب اللي بالنادي او انت اذا كنت شايف المثلثات عندك بارزه او انه تكون اكبر من العضلات الثانيه تكتفي بتمرين واحد خلال اسبوع او تمرينين خلال اسبوع. اما اذا كانت عضلات المثلثات طبيعيه ما فيها بروز، لا ادخل ثلاث مرات بالاسبوع، مرتين بالاسبوع، تمرينين او تمرين واحد. فمن لاعب للاعب يفرق. لاعب مبتدئ يقدر يلعبها مرتين ثلاث مرات، لاعب متقدم يقدر يلعبها مره واحده. يعني تكون هي بارزة عنده أو مكتملة صار فيها بروز. نتكلم عن التمرين نفسه المثلثات بس المسكة الواسعة من الخلف بهالطريقة. أحرص بالتمرين هذا أن أكون أنا لما أشيل وزن أكون منحني الظهر،
بهالطريقة. دايم يكون واسع. سوي البوزيشن بهالطريقة. ولاحظ أنا حركت المثلثات فقط. تراي كوعي يكون ثابت. نفس الطريقة نقدر نلعبها 3 جولات إلى 4 جولات، 12 تكرار إلى 15 تكرار. ممكن ندخل تمرين السوبر ست أمامي ضيج 10 أمامي 10 ضيج 10 تكرار 10 تكرار 3 جولات 4 جولات. حاول تغير من طريقة التمرين الاستفادة عشان تطور من نفسك، هم تتعلم شغلات جديدة. بإمكاننا نلعب نفس الجهاز بطريقة مختلفة، نقدر نلعبها بشكل فردي. سوي البوزيشن، ناخذ الوزن بهالطريقة. نلاحظ العضلة المستهدفة المثلثات. نلعب 10 تكرار يمين 10 تكرار يسار. نقدر نلعبه بدون راحة 10 يمين 10 يسار. اليوم هذا نلعبه بطريقة، اليوم المرة الجاية تمرين المثلثات نغير من الطريقة. لا تعود نفسك على روتين واحد ولا طريقة واحدة بالتمرين، غير تعلم. الفائدة كلها بتكون لك. نحرص بتمرين المثلثات ما نحط وزن عالي عشان تكون طريقة التمرين سهلة، عملية الصعود وعملية النزول تكون سهلة. ونحرص ان التمرين المثلثات ما تكون حركة سريعة. اذا سويت الحركة سريعة انت ما طورت من عضلتك، ممكن يحوشك شد، ممكن يحوشك ألم بالتمرين او بعد التمرين. فانت تحرص ان تسوي التمرين بطريقة بطيئة، اصعد بشكل بطيء انزل بشكل بطيء بهالطريقة. المبتدئ ما يحط وزن، يلعب وزن خفيف، او يقدر يطبق التمرين هذا بالدامبلز بشكل ضيق بشكل واسع. في ناس تلعب التمرين هذا بار الحر، يكون شخص متقدم ممارس للرياضه، فسهل عنده لما سهل يتحكم بالبوزيشن او بالطريقه او عمليه الصعود عمليه النزول. اما كلاعب مبتدئ ما انصحك تلعب بالبار الحر، تلعب السميث في لوكت في سيفتي عندك. يعني نحرص ان هذه تكون سيفتي، لو تقط لو نرفع الوزن ونقطه ما في اي اشكاليه، لا سببت اصابه لنفسك ولا سببت مشكله حق الجهاز او شيء. فنحرص احنا كلاعب مبتدئين العب جهاز السميث، اسوي القضبات بشكل سفلي انزلها، بعدها اتحكم بالوزن، اصعد بشكل سهل انزل بشكل سهل. لو سمح الله طاح عليك الوزن ما تقدر توخر، ما ضريت الجهاز ولا سببت مشكله لا لنفسك ولا للجهاز. وبكذي احنا شرحنا المثلثات الامامي ضيق الخلفي الواسع. نلعب تمرينين كافي، 3 جولات ب 15 تكرار او 3 جولات ب 12 تكرار. اذا كانت عندك العضله مثل ما قلنا عضله بارزه، لا نلعب تمرين واحد كافي 3 جولات او 4 جولات. وزن عادي، الهدف من عشان تطور من عضلتك مو الوزن، تطور ان تؤدي التمرين بشكل صحيح، تسوي استطاله كامله، تسوي انقباض، تسوي انبساط كامل، كذي تطور من عضلتك. اما اذا كنت تطبق التمرين بشكل صحيح تقدر تزيد الوزن. ما ازيد الوزن وانا اطبق التمرين بشكل خاطئ، لا طبق ادش الجلوله، لا اطبق التمرين بشكل صحيح بعدين ازيد الوزن. كذي تتطور من نفسك. وبكذي يكون شرحناه، والله يعطيكم الصحة والعافية.
بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لقفال وختام حلقه اليوم، ان شاء الله تكونون استفدتوا من الكابتن عبد الوهاب العويس، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم في حلقات قادمه وتمارين جديده. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.